السلام عليكم. اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020، مادة النشاط العلمي، مستوى الرابع ابتدائي. درسنا اليوم يتعلق بالإنسان والبيئة. ألاحظ وأتساءل، تزخر بلادنا ببيئات متنوعة، منها البحرية، الغابوية، الجبلية والصحراوية، وهي المجالات التي يمارس فيها الإنسان حياته ونشاطاته، مما قد يؤدي أحياناً إلى تدهورها. إذا الآن مرور الصورة رقم 1. إذا نلاحظ الصورة رقم 1، إذا نلاحظ بيئة ملوثة. إذا هذه بيئة ملوثة تعكس تصرف الغير العقلاني للإنسان. بالنسبة للصورة رقم 2 فهي بيئة سليمة. إذا لاحظتوا في الصورة فهي بيئة سليمة غير ملوثة. أفكر ثم أنجز. النشاط الأول، أتعرف الصور وأحدد ما تعبر عنه بكتابة رقم الكلمة أو الجملة المناسبة جانب كل صورة. إذا من خلال الصور اللي عندنا غادي نكتبو الكلمة أو الجملة المناسبة لكل صورة. إذا من خلال هاد الأرقام اللي عندنا نلاحظو الرقم الأول اللي هو تشجير، رقم 2 تلويث الماء، رقم 3 تدمير الغابة، رقم 4 معالجة المياه العادمة، رقم 5 تلويث الهواء، ثم 6 تلويث التربة. إذا نمروا الصورة، إذا نلاحظ الصورة، إذا عندنا مصانع تنبعث منها، لاحظوا الدخان، وهذا الدخان هو ملوث وبالتالي كيؤدي لنا الى تلوث الهواء. اذا بالتالي كيؤدي لنا قلنا الى تلوث الهواء. نرجعوا رقم، لاحظت هنا غنوضعوا رقم 5. اذا وضعنا هنا رقم 5 اللي كيدل على الصوره اللي هو تلوث ماذا؟ الهواء. نمروا للصوره المواليه، دلحت هنا عندنا شجرة مقطعة وبالتالي تدمير للغابة اللي كتمثل لنا رقم 3 تدمير الغابة. إذا وضعنا هنا غنوضعو رقم 3. لاحظ بالنسبة للصورة الموالية، دلحت هنا الماء كيف هو، فهو ملوث، وهذا ناتج عن إنسان، وبالتالي هنا لاحظتو تلوث ماذا؟ الماء. اذا اللي هو رقم 2، اذا غنوضعوا في هذه الخانه رقم 2 هو تلويث الماء. لاحظ الصوره، لاحظ هنا التربه كيف هنا، هنا لاحظ هنا النفايات فوق هنايا، وبالتالي عندنا تلوث ماذا؟ التربه اللي كتمثل لنا رقم 6. الصورة الموالية كتمثل لنا التشجير اللي هي رقم 1، وأخيرا معالجة المياه المعدنية. لاحظتوا هذه المحطة كتعالج لنا المياه العادمة، وبالتالي رقم 4 هي معالجة المياه العادمة. نمر للنشاط الثاني، أصنف ما تعبر عنه الصور إلى
سلوك سلبي وسلوك إيجابي باعتماد أرقامها. إذن غادي نقوله من خلال هاد الصور ما هي السلوكات الإيجابية والسلوكات السلبية اعتمادا على هاد الصور واعتمادا على الأرقام اللي خدينا. إذن نبدأ بالسلوك الإيجابي. إلى لاحظتوا السلوك الإيجابي هو رقم واحد اللي هو التشجيع. نمر سلوك أيضا إيجابي اللي هو رقم أربعة يعني معالجة المياه العادمة فهو أيضا سلوك إيجابي. لاحظوا هنا الصورة وضعنا رقم خمسة اللي هي تلويث الهواء بالتالي فهو سلوك سلبي. رقم ثلاثة اللي هو تدمير الغابة فهو أيضا سلوك سلبي. رقم اثنان تلويث الماء أيضا سلوك سلبي. نضع رقم اثنان. ثم ستة اللي كيمثل لنا تلويث التربة أيضا فهو سلوك ماذا؟ سلوك سلبي. إذا نعيد السلوك الإيجابي رقم واحد أربعة، سلوك سلبي رقم خمسة ثلاثة اثنان ستة. إذا نمر الآن السخن. إذا من خلال هاد الكلمات سلبا أو إيجابا غادي نكونوا ملخص. إذا غنكتبو يؤثر الإنسان على البيئة إما وغنهضو سلبا سلبا أو إيجابا أو إيجابا حسب نوع سلوكي تجاهه. أعيد الملخص يؤثر الإنسان على البيئة إما سلبا أو إيجابا حسب نوع سلوكي تجاهه. إذا نلتقي فيديو آخر إن شاء الله درس جديد. شكرا وإلى اللقاء.